صرحت الطبيبة لملم نقاش من مشفى مقل العام إن العالم يقوم بتطعيم الأمهات والأطفال في كل أنحاء العالم، وهذا الأسبوع الذي يدعي بأسبوع التطعيم، لكن مع ذلك أطفال تيغراي يعانون من نقص التطعيم بسبب الحصار المفروض عليهم. ساون بالعلي أتغمت مالت ميزل دحرها اللون بالعلي غمت ميزلنا بس يجي بوليا بالعلي نغمت أبو برد زلوه مالتي هذه من مية بدنا ترحيدنا إنا زلنا. كما ترون توضع هنا أدوية التطعيم في هذا المكان البارد، ولكن الآن لا نملك شيئا من هذه الأدوية. في مثل هذا اليوم في كل سنة كنا نقوم بالتطعيم الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين السنة وثلاثة أشهر وسنة وتسعة أشهر، ولكن الآن كما ترون المكان خالي تماما من أطفال المدينة وأطفال الذين كانوا يأتون من أماكن أخرى بسبب نقص أدوية التطعيم. كانت تمنح الأدوية والتطعيمات التي تحمي من عشرات الأمراض وتشفي بنسبة 84% مثل الجدري وغيرها التي تصيب الأطفال تحت سن الخامسة وتؤدي إلى موتهم، لكن الآن كما أفاد مدير الصحة في تيغراي الدكتور حاجوس جودفاي أنه تم توقف خدمات التطعيم منذ 17 شهرا بسبب الحصار المفروض على شعب تيغراي. اتحاد تبعلت من حالي زي مهلاوي خلال 17 أشهر توقفت خدمات التطعيم. نعم كان هناك التطعيم في بعض الأماكن، ولكن أكثر الأطفال يعيشون في الأماكن الريفية ولم يحصلوا على التطعيم بسبب عدم تواجد الكمية الكافية من اللقاح لتطعيمه. وكما أفاد أن تيغراي من وقت إلى آخر كان يزيد مستوى من الناحية الصحية، لكن الآن بسبب أعمال أبي أحمد وحلفائه التي كانت خططهم خفض مستوى الصحة في تيغراي إلى الصفر وتدمير الثلاجات الصحية وتخريب المستشفيات. كتابت كم تخالي مرحاني تيكونا زحلي لايسنس للزحلي كتحلوه كتخذ لك مالتي. إن أدوية التطعيم ليست كباقي الأدوية، لديها نمط معين من البرودة يجب أن يوضع في الثلاجة الصحية، لا يمكن تركها في أي مكان، ولكن العدو سرق ما يمكن سرقته، والذي لم يتمكن من سرقته كالثلاجات التي تعمل بأشعة الشمس والتي تعمل بالكهرباء قام بثقبها بالرصاص مما أدى إلى خرابها بالكامل. وأضاف أن لحل كل هذه المشاكل والأزمات التي في تيغراي يجب على الجمعيات التي في الداخل وفي الخارج أن تتم ما بدأت من المساعدات. في اللغة أبناء تيغراي سرعت أن نمقيار زحق جزوز اللو مدارك تأكلات أبناء جزوز اللو دياسبورا. أتمنى خصوصا من الجمعيات الخيرية والأشخاص الذين يساعدون في تحسين الصحة في تيغراي أن يستمروا في هذا الشيء الذي يعملون عليه، وأتمنى أيضا من الجمعيات العالمية أن تعير انتباهها أكثر في شؤون تيغراي. نادى الدكتور حاجوس جودفاي أنه يجب من العالم أن تعير انتباهها على أطفال تيغراي الذين يموتون بسبب نقص التطعيم.